والشروق بتتكلم على ايه؟ بعد تحقيق الفوز ال 12 على التوالي في الدوري، فايلر اللاعب الاهلي علينا اظهار القوه في دوري الابطال. وفي الحقيقه ده المطلوب بقى، يعني ده المطلوب. احنا في الدوري ما حدش قادر علينا ما شاء الله على النادي الاهلي بصراحه. 12 فوز، عدد وافر جدا من الاهداف، 35 جول للنادي الاهلي لحد دلوقتي، وفي المقابل بتستقبل اثنين بس، هدفين بس في 12 مباراه، وده برده رقم جامد جدا يعني. فاحنا محليا كويسين الحمد لله. الاهم بقى في افريقيا بصراحه، يعني بحب دايما نتكلم كده بمنطقيه، يعني هل جمهور النادي الاهلي متعطش لبطوله الدوري؟ لا، هو مش متعطش، هو بيفوز ببطوله الدوري، امر عادي يعني بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، عادي معتاد على كده. لكن هل جمهور النادي الاهلي متعطش لبطوله دوري ابطال افريقيا بقى بشكل اكبر؟ طبعا ده مش متعطش بس، ده هيموت على البطوله، ده مستني جدا جدا ان احنا نرجع البطوله دي للاهلي، مستني جدا ان احنا نفرح بفريقنا بلاعبتنا بالجهاز الفني ببطوله رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الاهلي، بطولات دوري ابطال افريقيا. فالبطوله وحشه، وحشه الجمهور، دي في الحقيقه يعني، ده امر واقع يعني. فان شاء الله نكون موفقين ونبان بنفس القوه اللي احنا ظهرنا عليها محليا في افريقيا. هتقولي في فرق، المنافس هنا اقوى في افريقيا عن المنافس المحلي؟ لا طبعا. اوكي، المنافس المحلي ممكن يكون اقل نسبيا من المنافس الافريقي، لكن في نفس الوقت انت نادي الاهلي محلي افريقي، تقدر تفرض اسمك وسيطرتك ونتائجك، وكل هذه الامور اللي بنتظرها جمهور النادي الاهلي. عندنا ثقه كبيره جدا ودعم كامل للاعبتنا، وان شاء الله يفرحونا يوم الاحد، والفرحه بقى تستمر لحد اخر البطوله بقى، لان احنا عايزين اللقب مش عايزين بس التاهل ان شاء الله.